الحب بات معلنا، ما كل ما أخفته العين محزنا. من قال فؤادي ظالما، كن في غرامي هائما، خذ من يدي خواتما واجعل رحيقي مسكنا. رفقة وسهر وشموع، شوق وضحك ودموع، بعد وعد رجوع، هيك العمر بيمر. نتلاقى كل شوي بعد من القلب بالفي، تعب الهوى يا خطي وبعد جمعنا بالصدفة وعينينا مختلفة، نسرق بعد نتفي تا بكرة نتذكر أيام عشناها، حكاية كتبناها، كل كلمة قلناها ما حد مختير. رفقة وسهر وشموع، ذكرى الأمس من حن تيبوح الهمس، والليل بندهل الشمس بحكي لها أسرار. لما تضيعها العمر والسنين لوعها الهجر، لون الصفا ده بنكسر وفرح الوام احتار. حرر هواك بات معلنا، ما كل ما أخفته العين محزنا. من قال فؤادي ظالما، كن في غرامي هائما، خذ من يدي خواتما واجعل رحيقي مسكنا. لو يعطيني دوري هلا بعد يزن، بعد شوي. لك دوري يا اخي، لك يا اخي بعد شوي، خليني ركز. طب بس اعطيني شوي. لك خلص بعد يا يزن. طب ثانيه. لك خلص بعد. بعد خلاص يا زلمي. شبك يا زلمه، شبك هذا هي اضربني فيها على راسي من فوق وطلع الدم من عمل حولك. يا تشان ضر عندك حمار من هم امر يا اخي. يا اخي شو بدك؟ لك شو بدك؟ عندي شوي، عندي شوي. شبك شوي، شبك يا زلمه، بدك عامل لك يا زلمه. طولوا بالكم شوي يا زلمه، يا معلم طولوا بالكم شوي. يا لؤي شوي شو خلص يا شباب. لؤي شريدك شريدك خلص عمرك لك تركه يا معلم. خلص خلص يعني شو صار؟ شو صار؟ انا رح ارجع ما هولا املك. اوه تعال هون، طول بالك. شبك شبك هو لك ايش هدول لحتى نعرف نتفاهم؟ انت مو كنت مع الشباب اللي هون؟ ايه لكن صحيح، وين الشباب؟ وين راحوا؟ ايه انا راح اقول لك وين راحوا. تعال اهو شبك. اخ عيني لك العمل سينا طارق هنيك. العمل ايه والله؟ طيب والعمل هلا شو بدنا نعمل؟ ان شاء الله نسولي طارق بينفذ بريشه، بس شو بدي اسوي بعيني؟ رح موت من الوجع، ما عاد شفت فيها. طيب وين نروح هلا؟ عم تسالني وين نروح؟ عم قلكم عيني ما عاد شفت فيها، انا لازم اروح على الدكتور. عمو طارق شو بيكون صار في لك؟ هدول مجرمين لك دوي بيكونوا عجن وعجن. خلص هلا لا تسرعوني، كلياتهم بيعرفوا ما إلو علاقه بالخناقه، فما حدا رح يقرب صوبه. خلص شرفوا، امشوا شباب امشوا. اسمعوا لك، بتقول لك ثلاثه اللي كانوا معك اذا بشوفوا عيونهم بدي اقلعها. خلص ماشي مثل ما بدك. روق استاذ مشان الله، والله ذبحتنا استاذ. ما شاء الله عليك يا استاذ. سبحان الذي خلقه، شو كان عندي قطه بتاخذ العلم.
هالقد شغل ابيضه من اول بصل نكرت التوب. ما شاء الله عليها تربى بعزه السات. بس حتى تذكرني بحبيبه قلبي. ايوه روق استاذ، روح حالك شرف استاذ. يعني بس هيك بعد اذنك يعني رن الجرس، في مجال هيك تريحنا من اشعه البدن شوي. والله لكنا تطرب وتقول تحكي كوسيني. خذ خذ بدي اخذ في زنوك دور على الطريق. الكتاب يا غبي سيد كبرها روي استاذ روي. الله يعينه يا زلمة. بس بتعرف شو قيس؟ هيك ممتاز، يعني مرتاح منه لآخر السنة. ايه بس ما بيصير نتعامل معه هيك يا شباب، يعني بيضل الأستاذ عدنان أستاذنا، لازم نحترمه شوي. وينك يا يزن تجي تسمع شو عم يحكي قيس؟ مرحبا. أهلين أستاذ. شو وين يزن وطارق وشادي دبي؟ ما بعرف. غايبين يعني؟ كمان ما عارف. العمى معقولي راحوا يلعبوا شد بدون ما يقولوا لي؟ كمان ما عارف. شو هاد؟ قربتوا الوظيفة؟ ايه استاذ. ايه والباقي ليش مو كاتب الوظيفة؟ يعني بتعرف استاذ الوضع اللي مرقنا فيه، مخفر وشرطة و... انا كل هذا الحكي ما بيهمني. اللي بعرفه انه وقت تاخذوا وظيفه لازم تجوا كاتبين الوظيفه. انا ما عم بعطيكم وظيفه عقوبه، انا عم بعطيكم اياها لحتى تكرروا المعلومه لحتى يسهل حفظها. المره الجايه كله بيجي كاتب الوظيفه. خلص امرك استاذ. ماشي يلا افتحوا الكتب شوف. يلا أمي. على مالك عم البس؟ تأخرنا على الجماعة. شو؟ خلصت تمام تمام. ظري؟ إيه إيه ظري. كان عبي عينك. لك دوختي معلك. لك دوختي. يلا. طلعي من طلعي طلعي. شوي 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 شوي. شوفي شوفي ليلي. بدي شوف الباب اذا دقرته. دقرته انا بايدي. لا بدقرته. هلا ركب هيا. لا انا بس بدي اعرف على شو مستعجل. اه على شو؟ تاخرنا على الجماعه الله يخليكي. على اساس بدك تشوف مديحه كامل. يلا مشي مشي. والله ما بدنا نريد نحكي مع امي ابو هاي. مرحبا عمي ابو هاني. نحن بلاك ولا شيء، انتو شيء ونحن لا. اهلين اهلين استاذ عدنان. عمي ابو هاني حابب خبرك شو عم يصير بمدرستك اللي حاطط عليها الاستاذ عماد مدير. خير عمي ابو هاني، خبرت انه كادوا الطلاب امبارح بالمخفر لم قاتلين المخرج ومدير الانتاج. عن جد عم تحكي؟ يا اخي عم يصير في عندك تسيب بالمدرسه، لك الطلاب ما عم يدرسوا والأهالي رايحين جاي رايحين جاي، رح نعمل له بسكنجري. أخي بالنسبة لنا خليه يحلق أستاذ عماد وعلي الطرباش إذا بتحطني مدير لتأخذ المدرسة سيكار وبيكار. إيوه إيوه ما بدنا نظلمه، بجوز خلصوا الوحدات تبعاتي. اضرب انت وهيك شازي، أنا ما أصلي أطلع دراج مو يا امي. انا شو ضارب الرمل انه الاسانسير معطل. يلا بقى يعني سبع طوابق ضل مالك. ليه يا علامتي سبع طوابق بنطلع. الو اهلين ابو هاني. شو قاعد يا استاذ عماد؟ تارك المدرسه فلتانه والولاد رايحين على المخفر، شو هذا اللي عم يصير؟ معلش تعطيني شي ساعه برجع بحكيك انا بمهمه رسميه. ماشي بس يا عماد هيك ما بيصير،
مشان سمعت المدرسة. والله معك حق، خليني اشوفك وبشرح لك الموقف. على كل نخلص اللي بإيدك وبعدين حاكيني. ماشي على عيني، الله معك، مع السلامة. مع السلامة. يلا أمي خلصنا بقى. لك أنا بكره مدارس من صف السادس. يلا كلنا صلاة طلبة. يلا 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 قول هيك يعملوا فيني الشباب؟ بيتركوني آكل قتلي وبيهربوا؟ والله إذا كانوا قاصدين هالشي ما عاد أحكي معهم بحياتي. مرحبا عم. أهلين عمو. طارق موجود بالله؟ بغرفة. تفضل. الله يخلينا إياك. مبروك مبروك. أخي لا أهلين ولا سهلين. لك ليه هيك وشك ما عم يتفسر؟ قول أهلا وسهلا تقسيم بساطح نحن. لك أنا بساطحات؟ معقول تتركوني هيك بالصالة وتهربوا؟ والله يا أبو طروق معك حقك علينا، بس والله العظيم طب بس افهم شو اللي صار وبعدين اعمل اللي بدك يا. شو اللي صار؟ لا كلنا عدو. ايه خلينا نقعد. أخي تفضلوا. يلا. خويفين عدو. الله يسعدك. فضحتنا. لك فضحتني قدام العالم. أمي شو سويت الليل؟ لك شو مكانك ما لك شايف بنت بحياتك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. شو عملت؟ لك شو اللي ما عملته؟ لك ما ضل إلا أنك تبوسها قدام أهلا وقدامي. أنا؟ امشي قدامي. أنا لا أنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا. وبعدين شو صار؟ شو صار؟ عم نقول لك كرشه كرت على الأرض ضلوا ساعة يلموا فيه. قال دكتور بده تلات أيام رياحة بالبيت بعدين تمشي القصص. شلون يعني؟ لك لا تصدق كذاب عم يتغلط عليك. حرام عليك يا زلمة رفيقك هاد شباك. والله بيزعل شادي، زعلت عليه أنا، بس يلا منيح مرقت هيك أحسن ما تمرق غير شي. الحمد لله. بقى شو أبو طروق سامحتنا؟ شو كان اسمك أنت؟ قالوا أي. سامحتك. شو بدنا نشربكم؟ شاي. ليش معصبة؟ ما أقطع عليك. ليش معصبة؟ طولي بالي. تهديني ليش معصبة؟ شو في؟ البنت ما عجبتني. ما عجبتك ليش؟ لأنه ما عجبتني. أنا حذرتك إذا بدك تتجوزها تصطفي. مسموعياتها يعني في شي عليها أمي؟ قوليلي هيك شي. طيب شو سمعاني؟ شو سمعاني انت؟ هذا يا سيدي البنت لما سألت عليك قالوا لي انه كأنه محجوب مكرزة بالصورة على الطريق. كيف هو سيدي؟ تفضلوا عليه طريق. وهي شاي، شايفين الرفيق المنيح شلون بساوي شاي لرفاته؟ كبير على سلامة الرؤى. معلش دخل سيجارة؟ والله بلا هلا يا زلمة مع كاسة الشاي هيك بتظبط المزاج. هلا سيجارة واحدة ما حدا رح يحس. طيب دخل. خذ نفذ بهاد. على راسي على راسي. لحظة رح خليه هون مشان إذا إجا حدا طفيها وسكر. فيني منها بقولوا لأنه أنا صاير عم بقصر بطلوع. اشرب شاي. أعطيني سحبة بس يدوق أدواء. ما في سحبة. مع أي جواب؟ يا بتاخذ سيجارة يا أما ما في. منت علينا. طيبة. كاسة الشاي. والله شكلك بدك تنحرف انت. عمل 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 عمل. طيب ليش لهلا عم تقولي؟ ما كان عندي فرصه لاقول لك امي. معقول البنت تطلع هيك؟ شوف حبيبي انا حكيت لك، قلت لك كل شيء بعرفه، انت حر اللي بدك اياه ساوي. ما كان باين عليها بنوم. لك يا حبيب قلبي يا حبيب قلبي يا ما تحت السواهي دواهي.
بس بعدين اكتشفت انه البنت مسموعياتها بتطير العقل، بس امي الله يخليها ما بدي اياها هيك. طارق طارق تعال شوف. ايه يا ابي؟ شو فتح لي محشش جوا؟ لا والله يا ابي، بس لا تبسفس بابا، هدول مشيون مو من توبنا، هدول كل واحد منهم مثلا بيتم معلقه من ذهب. انت عم تفطس لحتى تطلع اسد من رسك، عم تفهم؟ بالاخير بدك تفليها على الدخان. يا ويلك يا ويلك اذا عرفت انك عم تدخن. حاضر. شباب ما لكم بلا دخان، تتالي كمان دخان دخان يا زلمه، كل وقت دخان. خلص فهمنا، ما عاد مدخن خلص يا زلمه. يا ترى اليوم بيكونوا حسوا علينا انه غبنا؟ لك شو حسوا علينا انت الداني؟ انا محجوب فهمني من فتره انه كل طالب بحق له يغيب 15 يوم عن المدرسه. محجوب هيك هلا؟ ايه خلص ما احنا بس. ليك مين قايل له محجوب؟ اعطيه صاحبي بشرفه. اعطيه صاحبي؟ بالله بلا بس وحده ما ينطفي الله يوفقك. طيب يا عم ما راح تطلع. لا لا لحالنا في شيء. كل سنة وانت سالمة. والله بيرزة تويو تويو أبري. تسلم لي عينك. تسلم لي عينك أنت. والله يا جماعة أنا حاسة أنا ما راح أصير روح اليوم معكم على عيد الميلاد. ليش عليك؟ شباب بوكيمون؟ هيك صار معي شوية. حسنا كل سنة وانت سالمة. ليش ما بدك تروح على عيد ميلاد؟ لو أي هيك صار معي شوية ظروف ما عم. لا تكذب، ما بدك تروح لأنه مو معك مصاري. ما معي مصاري. خلص فوت على غراء علي. خلص أنا ما بحب. لك لا تحسس حدا، خلص فوت إذا خلص. حسنا ما قلت لنا مين المعزومون؟ إيه صحيح مين عازمك؟ أستاذ حسان وأستاذ عباس. إيه حسنا؟ هلا الآنسة معي جاية شي؟ حبيبي شبك لسه موجوع؟ لا لا حبيبتي ما في شي. أنت كيفك؟ إني حلو تذكرت تسألني كيفك؟ كبرني العصب انا. طب شوف البنت اذا اجا هو. صباح الخير. صباح النور. تفضلوا على محلات. تفضل استاذ عباس. تفضلي حسنا. استاذ اليوم عيد ميلادي الساعه 8، ويا ريت تشرفنا. ان شاء الله كل سنه وانت سالمه. وين عاملين عيد الميلاد؟ وانت سالم استاذ، عاملينه عنا بالفيلا، يا ريت تشرفنا. لا لا اكيد اكيد راح اجي. شكرا استاذ. تفضل. شو وينه شادي؟ اي بيبي اي يا قلبي خلص شو بدك انت؟ خلص سويتي اليوم حكيك يا ماسنجر يا سكايب. خلص ولا يهمك حبيبي، بروكسيات عندي ولا يهمك للصبح. لا ليكي ليكي بيبي خلص روحي بحكيكي بعدين. ايه خلص روحي. اجى الاستاذ اجى الاستاذ. باي 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 باي. روحي باي باي باي. محجوب؟ لك محجوب؟ البصر معه حكيك. شبك يا زلمه رد علي. لحظه لحظه ما تمحشي ما تمحشي بشرفك. ايوه شو هذا؟ عشقانة يا اطفال؟ عشقانة يا مان؟ مين هاي؟ رسمية. ايه فهمت رسمية، بس يعني هي عبارة عن شو؟ رسمية وخلاص. شبك يا زلمة ايه صارحني، مو انا رفيقك وحبيبك؟ يعني اختك امك حبيبتك يعني اللفاية تبعكم مين هاي؟ والله فاجأتني. لا تقول عنا لفاية. ايه خلاص روق محجوب. شبك عم بمزح معك انا. خلاص انت روق هلا وخليك كول وريلاكس هيك، واحكي لي القصة من الاول بشرفك. لك شو انا محجوب؟ خلاص احكي لي، مو انا رفيقك وحبيب قلبك رامي؟ لك مو انا الوحيد اللي قبلتني اقعد جنبك بالمقعد وتحمل ريحتك اللي بتفطس؟ حبيبي يلا احكي لي. لك لك هي رسمية، رسمية الحب. لك ان شاء الله بتقبرني دبل. لك هي دواء لوجع الوش. المهم هلا طمني، هي حلوة شي؟ طبعا حلوة. يعني قديش حلوة؟ كتير؟ يعني شلون خلود؟ بس يعني خلود اهم منها بشوي كثير. ايوه ربيتك على الزوق. شو قلت؟
لا لا ما في شيء حبيبي، عم اقول لك يعني انه هي بتبادلك نفس المشاعر، يعني في هيك في لاف، في حب بيناتكم. مش ضروري يخرب بيتك شو طرش، يعني شيء طبيعي انه الواحد بس يحب الوحده لازم هي الوحده تحبه مشان يتجوز ويتفقوا ويجيبوا عر اولاد. شبك هي ما بتعرفها؟ لك يا اخي شو دخل محجوب حبيبي؟ طلع فيني، ركز معي شوي. يعني هيك انت لما بتكون قاعد بينك وبين حالك بالليل هيك برومانسيه وصفاء وبتغمض عيونك بدك تنام، هيك بتشوفها قدامك يعني. لك عمي هي بيتها بعيد عن بيتنا، شلون بدي اشوفها؟ بيتها بعيد يا سيدي فعلا انك طرش. بعدين طلع على حالك يا زلمه، يعني شو بدك تحب فيه؟ مو لتكون شكلك شكل بني ادم بالاول. وليش بقى ماني بني ادم عمي؟ لانك بحياتك ما تحممت حبيبي، بحياتك ما شميت ريحه شيء اسمه صابون. سمعان انت بالاختراع اللي اسمه صابونه؟ الله يسامحك يا سيدي. الله يسامحني تضرب هالموديل. اسمي تفضل على راسي. مرحبا دكتور. معليش هادي، كيفك اليوم؟ الحمد لله منيح. تفضل نشوف. فرجيني لشوف. شو دكتور؟ لا ما في شيء، بس راح اغير لك الشاش وهي العملية راح تستمر كم يوم. عملية شو دكتور؟ قصدي عملية تغيير الشاش. ايه ماشي دكتور. ومثل ما عدنا شايفين يقع حوض النيل في الجزء الشمالي الشرقي من القارة الأفريقية. هاي حوض النيل شايفينه؟ مو هو أحلى؟ ممتدا 36 درجة عرض وأربعة طول. سننتقل الآن إلى بلاد الشام. حقولي السهم لشوف وريني تذكر. والله مظبوط شغلنا. هاي بلاد الشام. قوم يا ابني يا غسان، قوم وقف. مرني عيوني ان شاء الله ما بيقبور عليك ظالم. انت لي ثلاث انهار من انهار بلاد الشام يرد عليك. مضطر عليهم يعني استاذ لازمينا؟ يا اخي خليص انت مو بايدك خليص. ضروري اللي يعني اشوف. عندك نهر عيش يا استاذ، نهر الكلب كمان استاذ، وفي نهر النيل. لك النيل ان شاء الله بتسرق اصفاحك. لك شو جاب النيل؟ ما بتعرفه معقول استاذ جغرافيا وما بتعرف النيل استاذ؟ الله لا يعرفك بحكمي. انا ما بدي اعرف نهر النيل. طلع عندي لشوف. لوين العزم؟ لوين يعني؟ لعند المدير. ايه تعال راسي يا زونتي. عرفت لنا مين اللي فسد علينا الشرطه؟ انا كاني عرفته. انا مو عرفته، انا متاكد منه. النيل ليس موجود في بلاد الشام، وانما هو في مصر ومن مصر الى السودان. استاذ بس سؤال، اقعد ولا بضلني واقف هيك مثل خيال الماتة؟ لا حبيبي عود عود عود. تكبر قلبي مع الله زهر، تكبر قلبي مع الله زهر. نرجع للدرس. شكرا استاذ. سننتقل الى البحيرات. معافى بكره بعد المدرسه مر لي عندي مشان اغير لك الشاش. على راسي يا دكتور شكرا. الله يسلمك وسلم على ستك وقل لها لعبت قلق عليك. ماشي يلا بالاذن. شادي. ايوه دكتور. لا تمشي تحت الشمس قد ما فيك بعد عنا. ماشي يلا بالاذن. الله معك. ان شاء الله تشعل. ما في امل. الله يرضى عينك يا رامي. والله كانت عم تشتغل. لا هي ما لها حل بنوم، لازم اخذها عند الشيخ. بركي بحكي مع امي تاخذها عند الشيخ ان شاء الله. الو. مرحبا امي. اهلين امي. لقيت لك بنت بتطير العقل لك امي. هي صحيح مطلقه بس بنت ناس اكابر اكابر. مطلقه؟ يعني منيحة؟ منيحة منيحة كتير. طيب إيه أنت فيني شوفها؟ أنا اليوم رايحة لعندن حبيبي، بجيب لك صورتها وبتشوفها. منيح؟ الله يخلي لي إياكي يا أمي، بركي بتجوز بقى وبخلص من القصة. يلا بدك شي حبيبي؟ بدي سلامتك. إيه صحيح أمي شو طبختي لنا؟ تقبر قلبي عملت لك اليوم حراق بصبعه. يسلم إيديكي يسلم إيديكي. الله معك أمي. دقيقة دقيقة
بتعرفي لك شي الشيخ هدول تبعت الحجابات والقصص؟ لا ما في شي، بحكي لك بس شوفك. يلا الله معك، مع السلامة. مع السلامة. مطلقة مطلقة شو يعني؟ والله بيجوز تكون أحسن من كل هالبنات. خلينا نشوف الصورة بتكل على الله، إن شاء الله تكون حلوة هيك تسعدني وأسعدها وغني لها. طعميتك بإيدي عسل ولوز. لك عملك إن شاء الله ما تشعلي. إيه طرابلس. هات هالكتاب لشوف. وريني على الخريطة. طرابلس استاذ ليك ها؟ هاي الخريطة هاي ليبيا. طرابلس. شاطر. فينا. بدي اسألك سؤال. هاي. خبصت لي شيء تخبيصة ومرقيت. أنت استاذ؟ إيه. هلا الدرس الماضي قلت لنا إنه عاصمة المغرب هي نواكشوط. عاصمة المغرب هي نواكشوط، بس هي مو بنواكشوط، هي الرباط. هي الرباط. الرباط. مظبوط، شغله شو قلت؟ قلت نواكشوط استاذ. نواكشوط، ايوه رد عليك، ما في اشطر منك انت. ما قلت الدار البيضاء وكذا وخلاص. لا 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 لا، ان شاء الله بتبيض كل ايام محفوظ. يلا دق جرس يا شباب. يرضى عليك، يرضى عليك يا محمد. خلينا يا طولنا بعمرك، بدنا نحكي هيك كلمتين على الهواء. تفضل. أنا شفت لك القصة من فوق وشفتها من تحت وشفتها يمين وشفتها شمال، ما زبطت معي. ليش كمشنا للشرطة؟ يوه يا حبيبي يا زوجي، ما بفهم عليك. أنا بقول أستاذ عندي قصة. شو هي شفتها يمين وشفتها شمال؟ أستاذك هذا الكيس وانت عيب؟ يا حبيبي هات الشرطة. خليش أوقع السؤال بالأول ولا حد حدا بيحكي معه. خلاص عيب أستاذنا هذا. تفضل أستاذ. هي الشرطة يا حبيبي. بس أنا الشرطة أستاذ، بس سؤال، ليش كمشنا للشرطة؟ وحرام عليك، ليك شو ابرياء يا حبيبي يا غسان. بس عيدي غميز يا اخي، بس في عندك فتاحه يعني عم راح تضرب معك شيء اسمه. وقفوا وانتوا تعالوا تجمعوا. وزاره التربيه تقول عند قرع الجرس يجب على الاستاذ مغادره الصف. هذا القرار سمعته انا هذاك اليوم. ايه يا شيخ، محشوب مرني عمي يا زلمه. صباح الخير. صباح النور استاذ. عليك محلات مشرف. استاذ بس مخبر. لا شو عاملين مع الاستاذ عدنان حتى طالع من الصف رقد؟ استاذ مو عاملين معه شيء. هيك لك لحاله طالع رقد بدون مناسبه؟ استاذ اليوم عيد ميلادي وانت معزوم اليوم الساعه 8. ان شاء الله كل سنه وانت سالمه. ومين عازمي كمان؟ انت والاستاذ عباس والانسه مايا. ايه والمدير مو عازمتي؟ لا استاذ مانو معزوم لانه هو اللي كمشنا للشرطه. هذا الكلام مو صحيح، ولا يكون بيعلمكم انه الاستاذ عماد هو اللي اتصل بابوك لحتى يروح يطالعكم. يا شباب الاستاذ عماد كان رح يبكي وقت صارت معكم القصه. عن جد استاذ؟ ولو ليش انا في بالعاده اكذب عليكم؟ اذا انت قلت هيك معناتها رح اعزم هلا.
هي بيكون احسن. هلا بعد الحصه بتروحي بتعزمي. طلعوا هالكتب خلونا نبلش بالدرس. ومين الاستاذ بالله؟ حسنان. في شاب رفيقي بيعرفه الاستاذ حسان. مين هو؟ ابو الحروف استاذ، تذكرته؟ ايه شبه؟ لا بس هل استطيع ان اتي به الى عيد الميلاد؟ شو استاذ نعزمه؟ اللي بدك اياه. لعيونك ابو الغوص. صديقه بحق. اسمع لهلا غسان، اذا بشوف طقم اسنانه لابو الحروف تبعك اقسم بالله قالب لك عيد ميلادك تمسايا. روي يا زلمه روي شباك، شو ماتم وما ماتم. يلا شباب افتحوا هالكتب لشوف. سيدي وينه؟ لك هذا هو، بس لا تقول له انه انا. قرب معي. خير شو في؟ قرب بلا بتعرف. لوين؟ شو عاملني معطر هون؟ لحظة بس سيدي إذا سمحت. هذا أنت؟ لا مو أنا غلطان. ماشي. شعني لك شلون بزرقها اليوم. بس مش رفق له اي ما تبقى اسال اليوم. تعال ايه لوين؟ ايه عيد ميلاد حسنة. صحيح يا شباب، شو بدنا نجيب هديه لحسنة؟ انا وصيت لها عادي. شو هي؟ شفتوا مزرعه ابو النور اللي على طريق المطار؟ ايه وصيت لها ضبع صغيره. طب انا برايي حمار. الله خلصونا فهمونا، بدكم نشترك كلياتنا سوا ونجيب هديه؟ لا لا كل واحد لحاله. انا لحالي. كل واحد لحاله. كل واحد لحاله احسن. احسن هيك احسن شيء. بس انا انبسطت اليوم شباب، ها ما تفقسونا. اكيد صبايا ها. انت جاي؟ اكيد جاي. تعال والله اسمعوا شباب، شو بدك تجيب اليوم معك حبيبه القلب؟ لك رسميه رسميه. انا بقول شباب رسميه هي بنت البسطاطي عندهم بالحاره ومش عارف. لا والله العظيم اكيد خلص لا تفيد على الرسميه يا اخي. والله شو اسمها؟ شو اسمها الكامل؟ رسميه شمنتو. واي اليوم كمشته بالصف عم بيرسم لها قلوب على اللوح والله العظيم. خليني اكمل له رسميه. ما بتعرف شو شو الخلود احلى منها بشوي مو كثير والله العظيم. بتقرب قبيحه يا زلمه. هيك روح صار روح صار اسمع عني يا زلمه. يزعل يصفي يا شباب. عيب هيك زعل الزلمه. ايش شو حكينا؟ تعال لا محجوب. طب بدي اياك هلا الحب عيب يعني مثلا؟ لا لا يا زلمه فكر ما فيني اضربه. خلص محجوب. محجوب بدي خبرك شغلة كثير مهمة. خلص يا زلمة. شباب ظروفي صعبة يا أخي. شباب يوم عيد ميلادي الساعة 8 إن شاء الله عقبال 100 سنة. شو بعينا؟ ما في شيء. لا وقعت. كيف وقعت؟ لك وقعت هيك ما تنتبه على حالك؟ المرة الجاية ما تنتبه على حالك يا زلمة. عن جد ما هو خلص مو معقول يا زلمة. مو معقول إن شاء الله. شباب شو بدك؟ بدهم إيانا بالمخفر مشان العلقة تبع امبارح. ماني شو شو؟ لك بده إيانا المقدم مشان العلقة تبع امبارح. مقدم لحالك. لا دخلني حل عني يا زلمة. لؤي أبو الغوص الكلمة هون إلك ولا الفخري؟ لك خسرت المأكولات البحرية كلها مشانك تقبرني. طلع فيني هون؟ إيه عمي غسان هيك حاس حالي صار لي فترة هيك ظروفي صعبة. في شيء كامشني من هون؟ لك من هون؟ لك شو هالشيء اللي كامشك من هون؟ اللي شو؟ أنا مخنوق؟ لك ما حدا عم يحس فيني بنوب أنا بهالمدرسة. ليش خير؟ شو صار معك؟ والله هيك ما بعرف شو بدي أقول لك. بس وينك؟ حاس حالي هيك صار لي فترة متأكد متعقد. من شو متعقد خير؟ اللي محجوب شوف. والله ما بعرف شو بدي بلش. شو لا يا الله. لك إيه والله ما بعرف شو بدي أقول لك. يا اخي احكي لك احكي. هلكتني بقى محجوب. لك شو بدي احكي؟ لك الموضوع اللي صار لك ساعه مشنطتني مشانه. لا خلص نحكي بعدين. لك عمي محجوب بدك تحكي ولا لا؟ لك خلص بقول لك. لك بدي اياك تعلمني على الانترنت يا زلمه. هذا اجدب نظام محجوب. انت صاير غليظ صاير اغلظ مني يا زلمه. لك مو معقول كل هالديباجه هلا مشان تقلي بدي اياك تعلمني على الانترنت. بعدين انا بعرف انه هي الشغلات مو بتفوت براسك اصلا. مو بس ما بتفوت، صعب كثير انها تفوت براسك. لك مزبوط عم تحكي مزبوط عمي غسان. بس انا هيك صار لي فتره حاسس حالي بغربي. بعدين وينك؟ الشباب اللي معنا بالمدرسه بشو انقص مني او انا ازود منهم او هن بيكتروا عني لحتى هن يفوتوا على الانترنت وانا ما فوت؟ بدي فوت اخي. لا خلصني بدي طبق. انت مو بدك تتعلم على الانترنت؟ لك يس خلص عندي. الله يقدرنا لك عمي غسان نرد لك هالجميل. بس هيك يعني إلي عندك طلب صغير. تفضل. بدي منك يعني إذا الله هيك وقف معنا وكانت تمام على خير إنه ما تخبر حدا من الشباب والصبايا اللي معنا بالصف إنه أنت بدك تعلمني فوت على الإنترنت. بعدين حزير شو؟ لك بكرة بصير علكة بلسانه.
حول يدو. شلونك؟ السلام. ضايع لي 50 دولار. ايه على راسي. كيفك هنا؟ العالم الاكابر؟ السلام. شلونك يا بابا؟ السلام. شو عم تساوي محجوب؟ لك فوق مالنا فايتين، ايدنا فاضيه. لسه كمان ما نسلم على الزلمه. لك شو تسلم على الزلمه؟ مش فايت على العرس؟ هيك في ليك بتنقبر عمري. ليك عمي السلام. هلا هي ماكينه بتشغل اغاني؟ لك هي مو ماكينه محجوب، هذا كمبيوتر وهذا كمبيوتر بشغل كل شيء. عال لانه جايب معي انا شريط في نخبه من الاغاني اللي انا بحبها. هذا وين بدك تسمعه؟ على الماكينه. محجوب هذا اسمه كمبيوتر، يعني كمبيوتر يعني سي دي، بندحش فيه سي دي. هذا الكاسيت ما بندحش فيه. لك يا سيدك سي دي حي الله. بعدين وينه هذا بتكره الاول؟ وهلا في غنيه انا كثير بحبها، ليك شو بتقول؟ لوين لوين تاركني ورايح لوين تتتتت ما بس كمل لا عمي حسام الحمد لله زلمه طول هذا حجوب ليك تقعد تمسك لوين لوين عم ناس قاعده عم تحكي مع العالم، في ناس بتقعد تحكي مع ناس هون على الانترنت. خلاص الدنيا ولا حلو. قوم اعمل لي مساج لبلش علمك. ما حلو تعيط علي هيك قدام المشتركين. محجوب خلاص وقوم اعمل لي مساج لحتى بلش علمك. ها؟ لشو المساج بقى؟ هيك قوم يلا. بعدين هات 50 ليرة. هلا كل يوم السيرة؟ هي كل يوم السيرة، هات 50 ليرة. ايام ايهام هيك اعطيها لوليد. وليد هي مني ها؟ خالصين انا وياه. مني مو منه هي. كمي قوي. المهم هدول سماعات بتحطهم مشان تسمع شو عم بصير. هي الشاشة، هي كاميرا، هي فوق مستوى تفكيرك بكثير. هلا بعدين هي ماوس. لك انا ما بتعلم على هي الماكينه، انا بدي فوت على الانترنت. لك ليش شلون كلهم فايتين هلا بسبقونا؟ بس كلهم فايتين على هي الانترنت من قفل ماكينه هي اللي عم تحكي عنها. بعدين هذا ما اسمه ماكينه، هي اسمه كمبيوتر. محجوب انقبل عود ومن تم ساكت الله يخليك. ماشي يلا عود عود انقبل تفضل. هاد هون مكتوب جوجل، شايفها؟ بتعرف تقرا؟ جوجل تكبسها تفتح عندك صفحة الانترنت. هيك لك انا لازم اتعلم على هي الماكينة لحتى اقدر فوت على الانترنت. ما انا على شو عم معلمك؟ محجوب حقلك امي، انا كاسر على انفي شوال بصل وجاي عم معلمك. ها الله يعينكم يا اساتذتنا بالمدرسة، لك شلون بتفوتوا المعلومة لمخك شلون؟ لك اهلين وقي. يا علاء لسه ما لبست، يلا خلصنا يا زلمه بسرعه. لك ليش؟ شو في؟ شو ليش بدي البيت؟ بدنا نروح على الحفله. لا لا اخي انا ما بدي اروح، خلص روحوا انتم. لا حول ولا قوه الا بالله يا علاء، يلا بسرعه بلا غلاظة، يلا بسرعه بدنا نلحق. ما فيكم تروحوا بدوني؟ لا يلا بدي لحق المحلات بسرعه يلا. طيب ماشي فوت فوت اقعد جوا استناني جوا. ما رح فوت، رح استناك هون يلا بسرعه، وجيب الجيتار معك. طيب يلا ماشي. شو بدنا نجيب له هديه هاد؟ لك توبري قلبي صرتي صبيه. امي حبيتي ما كانش لعيد ميلاد؟ بياخد العقل، عبال فرحتي فيكي، لك انا لمين طالع باخد العقل غير لست الحبايب؟ لك تقبري. صفاء؟ ايه بابا. شو المكياج؟ بابا اذا بدك شيله ما بروح. لا لا بالعكس، طلع عليكي بجنن. برات البيت عامل لي عنتر وبتمشى وبيتمختر عاشيك. ما شاء الله ما شاء الله، حندق بندق لك يا مربي. شو هاد لك امي؟ شو هاد معطر وعم تتهندس وعم تغني؟ يعني طبعا بدي غني وبدي اتعطر. ايش ورايح على عز انا؟ لا على حفله. صحيح على حفلة، شو اللي عرفك؟ حفلة شو يا عيوني انت؟ حفلة عيد ميلاد رفيقتنا حسنة. حفلة عيد ميلاد رفيقتك حسنة وبدك تروح لعندها بدون لحم ولا دستور؟ ها ليكني انا عم قلك بعد شو حبيبي؟ ما في روحة. انت عم تمزحي معي ما هيك؟ لانه كل رفقاتي شباب وصبايا رايحين على الحفلة، معقول انا ما اروح؟ شو بدخلني انا برفقاتك بالصف؟ نحن ما دخلنا فيهم، ما في روحة. انت ليش دايما بتعامليني كاني ولد صغير؟ وانت هيك. انا هيك بسببك انت. هلا لا تاخذ وتعطي معي كثير، قلت لك روحها ما في يعني ما في راحه.
يعني بيهون عليكي انا بكره صير مسخره قدام الصف انه شهدي ما خليته حنونته يروح على عيد ميلاد حسنه؟ خليني يروح الله يوفقك. انا ما بهمني كلام حدا، المهم انه بالي يكون مرتاح، فهمت؟ شلح وعود لشوف. بدي روح بدي روح بدي روح على كيفك. وبحبك يا حمار عم يجعني وشي عم يجعني وشي وبحبك يا حمار. ساعة ساعة لا تفتحي بابا يا ريت. منين بدك تفتح لي الباب وعم تغني لي بحبك يا حمار؟ لك عن حبيبك حمار، لك ابني من غضب الله علينا حبيبه حمار. فرحان كثير لانك رايح على عيد الميلاد. بتعرف مين بيروحوا على عيد الميلاد ولا؟ قطاط يا ابي. حافظ درسك، كملت محاسنك يا ابني، دراسه وعيد ميلاد. شو لابس بلوزه رفيقتك كمان؟ حرر هواك فالحب بات معلنا، ما كل ما أخفته العين محزنا. من قال فؤادي ظالما كن في غرامي هائما، خذ من يدي خواتما واجعل رحيقي مسكنا. رفقة وسهر وشموع، شوق وضحك ودموع، بعد وعد ونجوع، هيك العمر بيمر. نتلاقى كل شوي بعد من القلب بالفي، تعب الهوى يخطي وبعده ببير السر. جمعنا بالصدفة وعينينا مختلفة، نسرق بعد نتفي بكرة نتذكر أيام عشنا، حكاية كتبناها كل كلمة قلناها ما حد مختير. رفقة وسهر وشموع، ذكرى الأمس من حنتي بوح الهمس، والليل بندهل الشمس بحكي لها أسرار. لما تضيع هالعمر والسنين لو وعها الهجر، لو نص فاضة بنكسر وفرح حلوة محتار. رفقة وسهر وشموع.